تباينت قراءات المواطنين التونسيين حول حراك السياسيين والأحداث التي تمر بها البلاد هذه الأيام، ولكن أجمعت على استرجاع الاستقرار ومواصلة كتابة الدستور والمحافظة على أمن البلاد. أنا أعيش يعني 63 عام، بقينا الشيء اللي نشوفه فيه ما يفرحش، تصفيه حسابات على حساب المواطن، تجاذبات سياسية خاسر فيها المواطن. شو تصور المستقبل تونس انت؟ نتمنى مستقبل طيب. تبقينا انا ضد، انا انسان مع مضابيه مع الشريعه، مع نكملوا الانتخابات بالمده هذه، نكملوها نصبروا شوي، واللي يحب يعارض يعارض في الصندوق من بعد، ما غير اعتصامات وما غير مشاكل وما غير ياسر تجاذبات سياسيه فاقت الحد. يحبوا يحلوا مجلس سياسي ما يلزموش يتحل نورمالمون، صارفين فلوس عام ونص خدمة مصروف ما نعرفش برشا حكايات، ما انت سامحني في الكلمة مهابل، كان مش يحبوا يحلوا مجلس تأسيسي ويكسروا كسر حكومة 95 دقيقة لعبة مش مازال. مي مش تقتلني ونقتلك بلا مناسبة، شبيك انت تحب تعيش وانا تقتلني؟ علاش مشاو ضحية تسعة ذوكا بلا مناسبة؟ ما مش دمنا مش الحملة مش والديهم حزين عليهم بتول عبد ما لو كان حتى يتعيهم مال الدنيا ما عادش يرجع لهم ولادهم، شو هذايا؟ شو اليهود متحدين واحنا قاعدين ناكلوا في بعضنا يتملكوا علينا اليهود والامريكان؟ حاله مصيبه كبيره راهي، مصيبه العربي يزفروا له في وجهه ويمشي يخطف وبالفلوس. ماهوش نتاعنا هذا، ماهوش نتاع تونس، خاطر احنا تبارك الله عنا من الشباب الكبار ماهوش نتاعنا، سورتو حكايه الانفجارات وحكايه الالغام هذه ماهيش نتاعنا. بون يمكن هذه خارجيه، ما نعرفش بالضبط، ما احنا مانيش تاع هذا. سانومبيش كو اللي توا برسك الدوله قالوا قريب توصل باش تكملوا يحدوا الانتخابات باش يكملوا المجلس التاسيسي كل شيء يعملوا الدستور يكملوه، ثم شويه عراقيل، ولهذا يلزم العباد تصبر هالشويه. قال لك في 100 متر الاخرانيه ولا الوضع العام في تونس ما ينبئش بالخير، ما دام ولت ارهاب هنا في تونس لازمنا نتلموا الاحزاب الكل لازمها تلموا بعضها ويلتجئوا الباب للحوار، حوار باش ينجموا يتفادوا الارهاب هذا ويتفادوا برشا مشاكل اللي قاعده تصير توا في الشارع التونسي. شباب ما ننتمي لحتى حزب، فهمتني؟ لا خلوا الحكومه هذه تخدم، كل مره هاو الشعبي، مره ما نعرفش شنيا، حكومه قاعده تخدم. تو انت عندك مقعد يا رسول الله تحب تجي تحكم فيه، انا مش نعطيك ثقتي. والغدوه اللي بعد غدوه تنجح النهضه، راه ما يهمناش شكون باش يعاوننا، لا الجزائر ولا غيرها ولا غيرها. ربي يهديهم ونحب تونس تولي باهيه. شعب قام بثوره ونادى بصوته لاجل الحريه والكرامه، وترجم هذا بانتخابات ليعلن عن حاكمه، واليوم يرفض المس من صوته ومن شرعيه من انتخبهم الى ان تجرى الانتخابات القادمه وفي ظروف طيبه، لان صوت الشعب يعلو ولا يعلى عليه.